كريمة، إذا أردنا أن نصل إلى مثل هذه النتائج نحن على استعداد لمثل هذا التعاون، وأعتقد أن الجمهورية الإسلامية والرئيس هو أيضا أعلن أننا على استعداد للمفاوضات، وأن بالإمكان أن نجلس وفي مناخ إيجابي وودي لمناقشة موضوع تأمين الطاقة. وأعتقد أن الأمريكيين إذا اغتنموا هذه الفرصة وأبدوا حسن نواياهم بصورة جدية وعملوا على إيجاد الثقة، أعتقد أن بإمكاننا أن نعثر على مسالك للوصول لتحقيق انفتاح في العلاقات بين البلدين ووضعها في وضع مناسب أفضل. يعني أنتقل معك دكتور، يعني أنت أشرت أنه في المستقبل القريب سيكون هناك رد إيراني، رد رسمي، يعني أود أن أسمع منك. بله بله اكيد نعم، سيكون لدى رسميات طبعا المقترحات حاليا قيد الدراسه لدى الجانب الايراني، وربما ستكون هناك مشاورات مع البرلمان، واعتقد انه خلال مده قصيره وقد يكون الاسبوع المقبل ايران سوف تقدم ردها بصوره رسميه، والبرلمان موقفه واضح وكما ومنطقنا واضح، وقلت اننا سنواصل عمليه التخصيب، وإيران تخطط لإنتاج 7 ميجاوات من الطاقة النووية، وتقوم حاليا بالدراسات التقنية. بالتأكيد نحن في حالة عدم الحصول سوف طبعا نواصل عمل التخصيب، وفي نفس الوقت نحن على استعداد لتعاون تقني مع مختلف الدول، وإذا لزم الأمر سوف نشتري أيضا وقود من الخارج، وفي سابق أيضا قدمنا مقترحا بتأسيس كونسورسيوم أو شركة متعددة الجنسيات لتوليد الوقود في داخل البلاد، يعني في الأراضي الإيرانية. وأعتقد لإنتاج الطاقة الوقود النووي، على حال أن الوقود الأحفوري في طريق إلى النظوم، والعالم بدأ يتجه إلى طاقة بديلة ويفكر بمصادر جديدة للطاقة تكون بديلة للطاقة الأحفورية التي وشكت على الانتهاء والنضوب. على حال هناك إقبال عالمي ليس إيراني فقط نحو الطاقة النووية لتأمين مختلف الطاقات التي تحتاجها، وهناك تعاون علمي قائم مع الوكالة، والوكالة أيضا فلسفتها الوجودية هو مساعدة الدول في الاستفادة السلمية من الطاقة النووية. ستكون هناك بالطبع، يعني إذا كان هناك رد رسمي إيراني في المستقبل المنظور كما تفضلت دكتور، سيكون بالمستقبل أيضا هناك مفاوضات فيما يتعلق بالمقترح المقدم من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أسمع الإجابة منك أيضا، وما تأثير أيضا الزيارة التي قام بها مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى منشأة فوردرو، ووصفوا هذه الزيارة بأنها زيارة كانت إيجابية، والبعض سابقا في حين تحدث بأنه هناك منشأة إيرانية جديدة ويجب يعني نظر بشيء من القلق والشك والريبة إلى هذه المنشأة الإيرانية الجديدة منشأة فوردرو؟ نعم دكتور. إيران قبل أن لازم بوده إن إيران وقبل أن قبل الوقت القانوني قامت بإطلاع الوكالة حول هذا الموقع، والخبراء زاروا الموقع، مفتشون زاروا هذا الموقع، وكل ما قيل عن ذلك كان مجرد إشاعات. وهذا الموقع هو موقع لإجراء الأبحاث في المستقبل، وهذا المركز لم ينشأ بعد، والخبراء زاروه. وقبل طبعا الموعد القانوني قمنا بإطلاع الوكالة، وحتى أعلنا أننا على استعداد للتعاون معها، ودائما أعلنا استعدادنا للتعاون مع الوكالة لتفقد جميع منشآتنا في نطرانس في مناطق أخرى. مرات عديدة أعلنت الوكالة الدولية أنها لم ترى
ما يدل على وجود انحراف في المحطات النووية أو المواقع النووية أو الأنشطة النووية الإيرانية حتى 16 جهاز مخابراتي الأمريكي أيدوا هذا الآن وقالوا أنهم لا توفر لهم معلومات حول عسكرة النشاط النووي الإيراني. أعتقد أن رد المستقبل الإيراني سيكون هذا، وهو نحن على استعداد لتعزيز الثقة بيننا وفي نفس الوقت استطلاع شفافية والموقف الودي من الجانب المقابل والعمل وفق ذلك. إيران على حال لديها مخطط وتريد أن تحقق مشروعها لبناء محطات نووية سلمية بالإضافة إلى الاستخدامات السلمية. هناك أنشطة بحثية، ولكننا في نفس الوقت سنواصل عملية التخصيب، وفي نفس الوقت نحن على استعداد لكي نثبت دائما للعالم بأن أنشطتنا أنشطة سلمية ونتوقع منها الاستفادة المدنية. والرد الإيراني بالتأكيد سيكون جزء منه مختص بهذه الفقرات، وأن إيران والتأكيد على أن إيران لا ترغب مطلقا للتوجه نحو تصنيع الأسلحة النووية. الشباب لدينا هم أيضا الطاقة الأصلية وهم الذين يصنعون هذه المفاخر النووية، وبالتأكيد عقيدتنا إيديولوجيتنا تسمح لنا أن نستخدم الطاقة النووية ضد الآخرين. والموقف الإيراني موقف شفاف، سوف نواصل نشاطنا، وثانيا أيضا سوف نطمئن العالم بسلمية هذا البرنامج. برنامج من طهران، دكتور حسن غفوري فرد عضو هيئة الرئاسة في مجلس الشورى الإسلامي، شكرا جزيلا لك دكتور. مشاهدينا الكرام، حتى الملتقى في الأسبوع المقبل، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا.